طيب من ترك سنة من سنن الصلاة متعمدا ما حكم صلاته؟ بعضهم قال صلاة صحيحة، لأن الذي يبطل الصلاة هو إيه؟ إما ركن أو إيه؟ أو شرط. أما ترك السنة لا يبطل. ولذلك أنت إذا كان الوقت ضاق عليك لك أن تترك كل السنن وتأتي بالأركان بس عشان تدرك الوقت قبل الإيه؟ قبل خروجه، لأن إدراك الصلاة قبل خروج الوقت أهم من أي شرط تاني. المغرب هيأذن أو الشمس هتغيب وأنت لم تصلي ولا حبيت تأخذ الأركان والشروط والسنن كلها، مش حتى ركعة مش حد، لا أترك كل السنن وأدرك إيه؟ وأدرك ولو ركعة. مثلا استيقظت قبل مطلع الشمس وأنت بتعود تصلي قبل الشمس، لو أنت توضأت بكل سنن الوضوء من المضمضة والاستنشاق وده 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 هتطلع الشمس. لا، الحق أنت اغسل وشك ويديك وامسح راسك واغسل رجليك وادخل على الصلاة على طول، واترك كل إيه؟ واترك كل السنن عشان تدرك الإيه؟ الصلاة في وقتها. لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إدراك الصلاة في وقتها من أهم ما ينبغي على المسلم، ولذلك هم لما كان الحكم الإسلامي ماشي كان يستنى على الإنسان ما بيصليش لغاية ما يخرج الوقت، إذا ما خرج الوقت وما صلاش خلاص يقام عليه الحد. إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ وشوف حضرتك أهمية الوقت، أهمية الوقت. الليلة اللي نزل فيها سيدنا رسول الله من المعراج ينزل صبيحتها مين؟ جبريل، حتى يبين له إيه؟ أوقات الصلاة. اليوم الأول ينزل في زوال الزوال ظهر، وبعدين ينزل وقت إذا كانت قمت رجل مثله مرتين في العصر وهكذا. اليوم الثاني شوف، إذا نزول جبريل في وقت مبكر في نفس اليوم اللي النبي عليه فرضت عليه الصلاة يدلك عليه أهمية الإيه؟ أهمية أداء الصلاة في إيه؟ في وقتها، في وقتها. ولذلك القصارى الكبيرة يوم ما يعدي عليك الوقت الاختياري وأنت لم تصلي. أنا بقول وقت الإيه؟ الاختياري، لأن المولى تبارك وتعالى من رحمتي بهذه الأمة كل وقت جعل فيه مسافة. الظهر معك 3 ساعات وقت اختياري، العصر في حوالي 2 ساعة وقت اختياري، المغرب فيه 3/4 ساعة بس، العشاء فيه حوالي ساعة أو 2 ساعة والصبح. يعني إذا هذا الوقت الاختياري حاول أن تدرك الصلاة في الوقت الإيه؟ الاختياري. لا فاتتك الوقت الاختياري حتضطر تصليها فين؟ في الوقت الضروري. حصلش الظهر انت في 3 ساعات هتصليه بعد العصر، حرام عليك، سبت حرمة، سبت ايه؟ حرمة، ما دام فات الوقت الاختياري دخلت في الوقت الضروري حرمة. الوقت الضروري ده لأصحاب الأعذار، واحدة مثلا اغتسلت بعد الظهر هتصلي في الوقت الضروري، واحد كان جنب واغتسل بعد الظهر هيصلي في الوقت الضروري، لكن انت ما فيش عندك عذر لماذا تؤخر الصلاة للوقت الضروري، لازم تصلي في الوقت الايه؟ الاختيار. وبعدين الوقت الخيار برضه مش درجة واحدة، فيه رضوان الله، فيه رحمة الله، فيه عفو الله. حضرتك انت لما تبدأ الصلاة في بداية الوقت أدركت رضوان الله تبارك وتعالى، يعني رضا الله تبارك. أدركت الصلاة في الوقت الأوسط أنت في رحمة الله، أدركتها في نهاية الوقت الاختياري أنت في إيه؟ في عفو الله. عفو إيه؟ عفو الله. شوف فرق بين الرضوان وبين إيه؟ وبين العفو.
خسارة خسارة خسارة، خصوصا خصوصا إذا فاتتك صلاة الجماعة، خصوصا فاتتك إيه صلاة الجماعة. الشيخ الغزالي له حكاية لطيفة، بيقول في رجل متعود يصلي صلاة الجماعة مع إخوانه في المسجد، في يوم جه وجد الناس منصرفين من صلاة الجماعة، حزن حزن. طيب أعمل إزاي؟ لازم يصلي العشاء 27 مرة عشان يدرك إيه فضل صلاة الإيه الجماعة. قعد يقوم يقعد يقوم يقعد يقوم يقعد، آخر لما تعب صلى 27 مرة، حط دماغه كده هو بآخر آخر الصلوات، رأى إخوانه اللي كان يصلي معهم، واحد بص عليه قال له شوف لو صليتها 100,000 مرة مش هتدرك الثواب بتاعنا لأن صليناها جماعة. لو أنت صليتها حتى 1,000 مرة مش هتدرك الثواب بتاعنا لأننا صليناها جماعة. ولذلك الإنسان لما يتعجب من إمام زي إمام سعيد بن المسيب، 40 عاما وهو يدخل في بداية وقت الصلاة ويخرج في نهايتها، في يوم كانت معه مشكلة ومحاكمة ورجع وهو الناس هو داخل المسجد والناس خارجة، قال سبحان الله هذه الوجوه ما رأيتها منذ 40 عاما، هذه الوجوه الخارجة من المسجد ما وجزيت ما رأيتها. إيه ليه؟ لأنه كان يدخل أول الناس ويخرج آخر الناس، ما يشوفش هؤلاء الداخلين، أنا يدخل قدامهم ويخرج وراه. طيب أو بان مأموما، بان إيه؟ إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي برضو عاوزة مننا وقفة، لأن المالكية لهم رأي مختلف عن رأي الإيه الشافعية في هذا. في المذهب الشافعي أنت لو جيت وقت الإمام خلص وفي واحد مسبوق بيصلي فات ركعة ولا ركعتين بيصليهم، لك أن تأتم به. هو صاحبنا بينقلب من مأموم إلى إيه؟ إلى إمام، ويرفع صوته كمان بالقراءة. عند المالكية حضرتك صلاتك بطل لو أنت عملت العملة دي، صلاتك إيه؟ صلاتك بطل. ليه؟ لأن كيف تغير نيتك من مأموم إلى إمام؟ لا يجوز تغيير النية، لا يجوز. إيه؟ أنت كنت مأموم، إيه اللي قلب نيتك لأن تكون إمامان؟ إذن صلاتك إيه؟ صلاتك بطلة، وصلاة من صلى خلفك بطلة أيضا. يعني إذن أنت أبطلت صلاتك. إحنا عندنا مشكلة أحيانا، هذا العمل بيتعمل معانا بناء على إيه؟ إحنا أدركنا يعني الإمام فاتنا بركعة أو ركعتين بنقوم نصليهم، لو واحد جه واقتدى بي وأنا أدركت أنه اقتدى بي وحبيت أنا أعمل به إمام ونقوم نقعد به، أبطلت صلاتي وإيه وصلاته. ما أعمل إيه؟ قال اعمل نفسك أنك أنت لم تشعر به. ها؟ اعمل أنك أنت إيه؟ لم تشعر به، خليه يتابعك، خليه يتابعك، لكن أنت لا شوف لا ترفع صوتك ولا تدي له حركة أنك أنت إمام له لغاية تخلص صلاتك. السلام عليكم، تنك وقت بعضكم ماشي. هو في الحالة دي صلاته صحيحة، هو صلاته صحيحة لأن الراجل يعني صلى خلف شخص، وأنت برضو صلاتك صحيحة. أو لا، ما المتابعة دي هتبطل صلاة الطرفين. لو قدام شوية
ما هو ده المشكلة. لا هو احنا هنا هو عشان اخواننا تعودنا المذهب الشافعي فيه شهد يعني تيسيرات كده, تيسيرات من دي من ضمن الايه تيسيرات. ولذلك احنا دائما لما ندخل اي مسجد في الظهر مثلا خصوصا الظهر والصبح بننوي تقليد الامام الايه الشافعي. ليه؟ لان المال امام مالك او المالكيه اشترطوا ان يكون الامام اعلم الناس الموجودين في الصلاه, لازم يكون عنده علم باحكام الصلاه بالتفصيل, لازم يكون الامام على علم باحكام الصلاه, لانه اذا حصل عنده شيء يقدر يجبر الصلاه. الشاب يقول لا, عند الشافعيه لو كان حافظ الفاتحه يكفي ان يصلي اماما حتى بشيخ الازهر. ما دام يحفظ الفاتحه يكفي ان يصلي اماما حتى بشيخ الازهر. فهنا احنا عشان كده اهو بندخل احنا بنصلي الظهر في المساجد, مين اللي بيصلي بيك في اليوم في الظهر؟ الخادم بتاع المسجد. خادم المساجد هم الذين يصلون بالناس في صلاه الظهر بصفه خاصه وفي صلاه الصبح بصفه. ليه؟ الامام معفو من الامامه صلاه الظهر صلاه الصبح, مطالب انه يذهب المسجد امتى؟ العصر والمغرب والعشاء. بعد كده حدش يسأله مين اللي بيصلي بالناس صلاة الصبح وصلاة الظهر؟ الخادم. ولذلك المالكية يعني بيقلدوا في صلاة الظهر صلاة العشاء عشان ايه تصح صلاته. طيب أو بان الإمام محدثا إن تعمد الحدث في الصلاة أو قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها. يعني إيه؟ حضرتك بعد ما صليت صاحبنا اللي صلى بينا قال والله يا جماعة أتأخذنيش, أنا حصل مني ناقض الوضوء لكن قلت أكمل بكم الصلاة وخلاص. معناه إيه؟ صلاتنا كلنا إيه؟ بطل. ما دام كان محدث وصلى بينا حتى ولو ركعة واحدة بطلت إيه؟ بطلت الصلاة, لأنه كان غير متواضئ, كان غير متواضئ ساعة ما صلى بينا الركعة دي. ولذلك إذا الإنسان أحدث في الصلاة وهو إمام لازم وقت الحدث يخرج من الإمامة ويستخلف واحد بداله عشان يكمل بالناس. لا, لو انتظرت ركن واحد كنت راكع ورفعت من الركوع أو كنت ساجد ورفعت من السجود وأنت محدث قبل أن تبتدي بواحد تاني بطلت صلاتك وصلاة إيه؟ من خلفك. لازم وقت حدوث الحدث تسحب واحد وراك عشان ايه يصلي يكمل بالناس. موضوع الحدث ده عاوز انتباه من اخواننا اللي هم بيصلوا اما بالناس. مجرد ما يحدث الحدث مش مشكلة, يحدث تستخلف على طول. نعم, يقول يا فلان تقدم او واحد يا ولادي تقدم لان انا احدثت. خلاص هو خلاص انتهى. قل يا احدكم يتقدم ليصلي بالناس او كل منكم يكمل صلاته لوحده, ما فيش مشكله, كل واحد يصلي لوحده صلاته صحيحه. لو كان عنده شعور بالحرج او شعر بالحرج ده المشكله, الشعور بالحرج دي بطلت صلاته وصلاه من خلفه كلهم. صلاته وصلاه من خلفه بطلت. لأنه صلى بهم وهو غير طاهر غير متوضئ غير متوضئ. في حالة مثلا وهي ايه مثلا, هو
كان انتقض الوضوء بتاعه ما حسش بيه ودخل وصلى، بعد ما صلى عرف على انه كان صلى بالناس وكان هو منتقد الوضوء. هذه حال النسيان ده فيه يعني فيه تيسير، فيه تيسير ما فيش مشكله ما دام انت لم تحرم انك انت صليت بالناس وانت ايه وانت محدث. اه سيدنا كان امام مناكب وكان من ذوي الاعذار، طيب هل هو بقى يجوز ولا يستحب؟ يجوز اللي هو يصلي وهو راكب؟ ازاي يا سيدي حكايته؟ هو عنده سلف. ايوه. وهو امام مكلف اللي هو امام راكب. ايوه. ولا يوجد اعلى منه في المجلس. صاحب الاعذار يكره له ان يكون اماما. اصحاب الاعذار يكره ان يكون ايه؟ اه مذهب الامام مالك ينبغي ان يكون الامام 100% في الصحه وفي القراءه وفي الطهاره في كل شيء. يعني في المذاهب الاخرى مثلا عند الشافعي يصح ان يكون الامام جالس على كرسي ويصلي بالناس وهم قيام. اهو عند الشافعي يصح يكون الامام على جالس على كرسي والناس وراه كلهم واقفين ويشير هو بالركوع اشاره وهم يقوموا يقعدوا وراه مثلا. عند الحنابله له ان يصلي وهو جالس على الارض او نايم، بس الناس لازم يعملوا زيه، يجلس على الارض زيه. ايوه. الامام مالك يرى ان الامام لابد ان يكون 100% كامل الحركه، كامل الطهاره، كامل كل عالم باحكام الصلاه. لا يجوز ان يصلي بالناس الا الشخص الكامل. اه. وهم بيستدلوا بهذا بالشافعيه بيقول لك والله شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان مريض وسندوه جابوه من جوه ودخلوه الصلاه، مش صلى بالناس وهو جالس؟ يقول لهم طيب، بس الواقع انه كان يصلي بابي بكر، ابو بكر يصلي بايه؟ بالناس. ابو بكر اللي هو الامام كان يصلي بالناس، النبي يصلي بصلاه، يصلي الاول يصلي بصلاه مين؟ ابو بكر، ثم يصلي الناس بصلاه مين؟ ابي بكر. ثم هذه خصوصيه للمصطفى عليه الصلاه والسلام، هذه خصوصيه